حياكم. قصتنا اليوم عن هبة سليم، أحد أشهر جواسيس إسرائيل في مصر. هذه الجاسوسة كانت غير كل الجواسيس، لأن سلاحها الأقوى كان الحب. هبة كانت شابة مصرية من عائلات أصحاب الأموال والطبقة العالية. عام 1968 وبعد هزيمة مصر من قبل إسرائيل في حرب النكسة بعام واحد، تخرجت من الثانوية وسافرت لباريس عشان تكمل تعليمها. وفي الجامعة في باريس تعرفت على بنت يهودية أصولها من بولندا، صارت صديقتها جدا. وفي أحد الأيام اتصلت اليهودية على هبة وقالت لها: وش رأيك تسهرين معنا في البيت؟ ألو مادلين، هاي. عزم أصدقاء يهود لطفاء جدا وطلاب في الجامعة معنا. وفي هذه السهرة قالت هبة البنت المصرية أنها ضد الحرب اللي صايرة بين إسرائيل ومصر، وتقول ما كان مفترض أن مصر تخوض حرب عشان فلسطين. خويتها اليهودية استغلت الفرصة وخلتها تتفرج على فيلم يعرض الحياة الإسرائيلية وأسلوب الحياة في الكيوبيت. واللي ما يعرف وش الكيوبيت، هي الأنظمة والقوانين اللي كانت تمشي على اليهود في مستوطناتهم. وقعدت تقول أنه العرب أخذين صورة سيئة عن إسرائيل وعن اليهود، ويحرضون ضدنا بإدعاءات كاذبة. مع الوقت وبعد جلسات كثيرة وبينها وبين هدى وصديقاتها وأصدقائها اليهود، شعرت أنها انبهرت بطريقة حياتهم. الجماعة هذول كيوت، البنت حبتهم تأثرت فيهم. وبعد فترة صارت تقول لهم: أنا مستعدة أدافع عنكم، أنتم ناس مساكين وراح أدعمكم بدون أي مقابل في أي شيء تبونه. قرر الموساد الإسرائيلي أن يستغل طاقة البنت المصرية، واجتمعوا معها في بيت صديقتها اليهودية في باريس، وكلفوا هبة بمهمة نشر الفكر والدعاية الإسرائيلية بين زملائها العرب في الجامعة وفي باريس. يعني تقدر تقول زي ما اقتنعت تقنع غيرها. وفي يوم من الأيام هبة راحت لمصر وزارت القاهرة، وراحت لنادي الجزيرة. طبعا نادي الجزيرة مكان راقي ذاك الوقت، وما يجي إلا رجال الأعمال والأغنياء وضباط الجيش. بالصدفة قابلت رئيس أركان حرب سلاح الصاعقة المقدم فاروق عبد الحميد. هبة فتاة جميلة وسوالفها حلوة وتنحب صراحة، وهنا قلبه مال لهبة وحبها، لكن هبة ما حبت الولد. يوم رجعت لباريس راح تسولف لخويتها اليهودية والضابط الموساد عن رحلتها، وأنه في ولد ذاب من أول نظرة في حبها، وتقول: ابتلشنا فيه، ما حبيته ولا هضمته. ضابط الموساد حس أنها فرصة عظيمة جدا ولازم تستغل، وأقنع هبة أنها تسافر مرة ثانية لمصر، بس هذه المرة في مهمة رسمية للموساد.